أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والأربعون في أن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. الله له حق خاص به، والرسول صلى الله عليه وسلم له حق خاص به، والله عز وجل والرسول هناك حق مشترك لهما. الحق الخاص بالله عبادته، لا يشاركه الرسول، لا يعبد إلا الله جل وعلا، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستجار إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. هذا حق خاص بالله. طيب ما هو الحق الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نصرته، تأييده، توقيره، تعزيره صلوات ربي وسلامه عليه. طيب ما هو الحق المشترك لله؟ المحبة، الطاعة، نحب الله ونحب الرسول، نطيع الله ونطيع الرسول. نعم.